يا ألف أهلا وسهلا، الأقصر محلة والله من ورثة الأستاذ. ربنا يخليك شير كمان حقيقي بقى الأكل بتاعك من كتر ما هو حلو خلاص بقينا ما فيهاش حتة قد كده. ألف هنا وشفا مطرح ما يسر يملي، إن شاء الله يكون أكل يا رب. تسلم إيديك، ده عجبنا أوي لدرجة إن إحنا لازم نتمشى ونهدم حالا. أيوة صحيح، وعلى رأي المثل اتعشى واتمشى. طب يلا بقى يلا يلا فين وأنتوا لسه لحقتوا قعدتوا خليكوا شوية. ما إحنا هنتمشى كلنا مع بعض بقى. لا معلش أنا هقعد نوم، عايزة أقعد مع لوحة شوية. اه يا ست انا عايزه افضلك معاناه. طيب يبقى هنسيبكم مع بعض ويلا بينا. يلا يا جماعه اتفضلوا 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 اتفضلوا. انت في شهر كام يا لوحس؟ الخامس تقريبا. بس انت وزنك كبير شوي. اه يا ست هم اتنين توأم يا لوحس. نصيب عشان محمد يزيد عليا قدر ما هو زي. وجوزك فين؟ في الدنيا اللي وصلها لسه. انت ليه مش عايشه معايا؟ حكايه طويله قوي يا ست ونجاه، عامله زي حكايه كده بسيط. ازاي بقى؟ احكي لي. من سنتين فاتوا كنت بنت حلوه زي القمر، كان كل شبان الحرب يجوا ورا. ايه يا فريد؟ ايه الحزن اللي انت فيه ده؟ الانتخابات ماشيه على العال وكلها اسبوع وهتتربع تحت قبة برلمان. كل ده جوم والحزن اللي جواه على لواحظ جوم تاني خالص. لواحظ؟ انت لسه بتفكر فيها؟ بفكر فيها، وانا كنت نسيتها اصلا. ده راحت وخدت قلبي معاه. ده انت بتحب بقى؟ ومحبش ليه؟ عيب؟ حرام؟ ولا انت فاهم ان الفلوس والهيمان ده خلي انسى ان انا بني ادم عندي قلب بيدق وعنده مشاعر؟ طب خلاص احنا فيها، دور عليها وقول لها سماح، خلي اللي فاضي منك وهعلن جوازنا. هي بس الراجل لو عرفت ان انا بتجوز عليها هتدشش الدنيا، امال بقى لو عرفت ان انا مخلف كمان؟ خلاص ما تعلنش جوازكم، ما انتوا طول عمركم عايشين في السر، الواد برضه اتربى معاها في السر. عشان ابقى لاقيها الاول انا حتى قعدت لفتت السواق الماي يديها فلوس، قلت له ما اعرفش عنها اي حاجه على في 100 يمين. طيب انا عندي فكره، انت تنزل اعلان في الجرايد وتقول فيه ارجع لي الي يا حبيب حلق القلب. انت بتهزر؟ اعمل لك ايه؟ ما انت عمال تقول كلام ما يدخلش دماغ، ما انا قدامك اهو، لا حبيت ولا لا حبيت وعايش 100 فل و10. ده انا مراتي يا راجل عامل زي حته العش في البيت. تمام، بسبب العيشة اللي انت عايشها دي عيشة. انت قصدك لو كنت حبيت او حتى اتحبيت ما كنتش قتلت بنت الفلاح عشان نزوة؟ يا فريد ده بتفكرني ايه الموضوع ده؟ انا كنت نسيت، انا بس مشغول بالقضية. قضية ايه؟ راجل اللي خد مقابلة بسببنا مش هو لاحظ. لا انت النهارده عملت تلوث، هقوم اعمل لك كاس عشان تشيل التخاريف اللي عملت ولا دي. انت مش بتقولي انك متجوزه لسنت اللي هو رسول؟ ايوه يا ست، ورقه الجواز معايا. خلاص استحمي شهور الحمل اللي جاي، ولما تولدي خدي ولادك وروحي له. طب افرضي رفضت وطردني اعمل ايه انا؟ ارفعي قضيه وانا اللي هرفعلك كمان. خلاص يا ست انا هعمل زي ما انت بتقولي، وربنا يديني الصبر من عنده. يا ريت يا ست هاني. يعني ايه حاجة اللي انت بتقوله؟ زي ما قلت لك ما اقدرش اخد الرزق. ليه؟ ما خلاص فيه اللي جت ودفعت الفلوس وبقت الارض حلال عليها. مين دي اللي جت ودفعت؟ الوسطه اللي كانت بيني وبينك دفعت الفلوس وبقت من حقها. هي مين دي يا حاج؟ صاحبتي الست الهام. انت بتضحك على ايه؟ اقول لك وما تزعليش؟ بتضحك على ايه؟ بصراحه بضحك على خيبتك. ما قلت ما تدفعيش الفلوس انا بتجدل العقد، يبقى في كده المقدم عليك. مش مهم عندي مقدم. طبعا مش مهم. لا انت دافعه من جيبك ولا من جيب ابوكي. انا كل همي ان الست تخلفني. هقول لك حاجه، كل واحد بيدور على صحته، قدام الفلوس ما يعرفش ابوه. الهام لقى الراجل جابلي القهوه في الساعه عشان خاطر. قال لي طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ استني بس بعد الانتخابات وانا اتصرف. هتعمل ايه يا فريد؟
قلت لك اتصرف. تعرف انا بفكر فيه؟ انا بفكر اروح اطلع. تطبعني يا ست سيبهالي، انا هدفعها الدم غالي. امتى؟ ما قلت لك بعد الانتخابات. بعد ما تنجح؟ طب ما انا بعد ما اسقط. يا سلام، انت تؤمر يا علولي. طلبت مني قهوه مظبوط؟ عملت لك احلى قهوه. اتفضل يا حبيبي. تسلم لأيديك يا مونير. برضو مونير؟ ما خلفتش غير مونير يعني يا بابا؟ مفيش مرة تقولها يا ابو مديحة؟ ومادي حرام ما تقولها يا ابو مادي. أم ولادي كلهم، أم مادي ومديحة ومونير. الله، هو مونير فين صحيح؟ الظاهر كده يا بابا راح لواحد صاحبه. لا ده ضروري راح السينما عشان كنت عايز أخرج معاه مرضيش. مونير تعبان طول السنة، من حقه إنه يخرج ويتفسح. طب بما ان الموضوع كده بقى، انا كمان عايز اروح لواحده صاحبتي، اصل النهارده عيد ميلاد وانا اجي معاكي. ليه يعني؟ مش انا راجل؟ لا 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 لا، تروح معاها علشان تونسها، انما تروح معاها علشان راجل وتحميها. اذا كان كده يبقى يلا بينا. يلا بينا. ولادك كبروا يعني، وكل واحد منهم بقى له طلبات. انا مش حامل غير منير. عملت طول الليل افكر في المصاريف بتاعت المعهد، فاضل شهر واطلب المصاريف. ما تحملش هم يا حبيبي. مش هم ازاي بس؟ انا اتفقت مع مدام ليمون هتعملي لنا جمعيه وتقبضها لنا الاول. حتى فلوس الجمعيه هنجيبها كل شهر منين؟ من شغلي. مدام ليمون هتتوسع في شغل المصنع. المهم ان منير ما يحسش ان احنا عاملين همه، وان احنا مش عارفين نجيب مصاريف منين. اهلا يا منير يا ابني. أنا سعيد بيك قوي قوي، بس أنا ليه طلب عندك. أول المعهد ما يفتح تسيب المحطة. يا حاج ما تقلقش، ما أنا هذاكر وهشتغل. لا، إحنا اتفقنا إنك أنت هتشتغل شهرين على بال ما تجيب مصاريف المعهد وبعدين تذاكر. ما تقلقش عليا يا حاج. ربنا يا ابني يكرمك ويوسع رزقك. أنا نفسي ابني يبقى زيك كده يتحمل المسؤولية. هو ما نجحش في الثانوية العامة؟ ما جابش مجموع يدخله أي كلية، عشان كده هيعيد السنة. خلاص يا حاج، هات واشتغل هنا معاك بدل ما يقعد في البيت طول السنة فاضي. هيحصل. خلاص بعتوني، استغنيتوا عني. دلوقتي بتتبرعوا من القضية اللي اتلسعت فيها 15 سنة. خدتوني لحم ورميتوني عظم. نعم، صدرت الأوامر بالرحيل. حاضر، هو ده اللي أنا كنت عامل حسابي. زي عايش كفشف انا كل اللي بتعمله، لكن معلش بقول له حط صباعه في بق الاسد، لازم يكون بنيته. اسد ومحبوس. ما تتصوريش يا ماما انا مبسوط قد ايه ان نصر عجبتك. انا كنت كل لما اشوف منظر جميل او فينك يا ماما عشان تشوفيه معايا. يا حبيب قلبي ادي جيت وطمنت عليك. ولا فكرة بقى، كل الناس اللي حواليك طيبين وبيحبوك قوي قوي. ماما انا بحلم اول ما اخلص مده الامتياز بتاعتي وانزل القاهره افتح عياده كده في حي شعبي. نفسي قوي اخدم الناس الطيبين اللي زي عمران. يا حبيبي، بس العياده بتكلف فلوس كتير قوي. ما هو يا حبيبتي انا هتفق مع شويه دكاتره اصحابي ان احنا نفتح العياده دي مع بعض. هاي كده بقى ان شاء الله ربنا يحقق لك. ولما أمل تتخرج تبقى تيجي تشتغل معايا. طبعا، ليه؟ ماما هي مش كل حاجة جميلة بتبتدي بحلم. طبعا يا حبيبي، بس الأحلام ما بتتحققش بالأحلام. الأحلام بتتحقق بالأفعال والصبر والإصرار. طبعا يا ماما، ده شيء أكيد. بس الحلم بقى مش محتاج غير الصبر. أنا قلت لك إني وديتها مرضانة المستشفى، وهو دلوقتي بتعالج. ودي كانت حاجة عظيمة قوي يا ماما منك. الأعظم إنه يخف، ده ترجع له الذاكرة ويتكلم، عشان أنا كمان أوصل الحقيقة وحلمي يتحقق. يا حبيبتي يا ماما أنا حاسس بيكي، بس خايف إنك تكوني بتجري ورا سراب مش حقيقة. دايلي يا حبيبي، دايلي. ربنا معاك يا أم.
يا رضوان الشاي قرب يبرد يا رضوان. مش عايز شاي، انا كنت مع المستشار تقولي لي شاي. خلاص يا اخوي هسيبك مع سياده المستشار وخش نام. كده تمام التمام، ادي جواز السفر وجواز التذكره، بس اهم حاجه عندي تنسى اسم فوز ده خالص وتفتكر ان اسمك مختار الفئه اعمال حر. كفك انت تبقى مطمن يا شحته. عيب يا بيه، ده شحته عملتها بدل المره 10. توكل انت بس على الله والساعه 7:30 الصبح يكون في المطار. كفك المطار الجديد ولا القديم يا شحته؟ الجديد يا بيه. كفك على فين يا باشا؟ مين حضرتك؟ مش الاستاذ فوزي المصالحي برضه؟ لا حضرتك غلطان، انا مختار فيه. تحط باروكه تحط دقن، هتروح مننا فين يا راجل؟ دوختنا عليك، تعبتنا معاك. انتوا مين؟ احنا وحده تنفيذ الاحكام. اتفضل معانا. ايوه بس افهم. تفهم؟ ما انت عارف وفاهم كل حاجه. اتفضل معانا خدوه. كفي.